مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من صدى الأسبوع. في شاه المباني فريدة، مبنية من القحط وأسقفها عواد الخشب. احتراق منازل تسكنها أسرة أينما تذهب. طباخات تعمل بالطاقة الشمسية والفحم، ابتكار جديد في الضالع. لعبة الشبواني حضرمية متماسكة رغم أقدميتها. سد شاحك بخولان منتجع سياحي مهم. بلال الصالحي وابنته سندس، أصوات جميلة للإنشاد اليمني. تمار تتصدر منافسة بطولة الأندية لألعاب القوى. إلى حجة وتحديدا إلى الشاهل، حيث تدهشك روعة المكان. يمتزج الماضي مع الحداثة في تلك المباني القديمة التي تعود لأكثر من 3 قرون ولا تزال مسكونة، وهي كالقصور تعانق السحب. لا تزال قرية الهيجة بمديرية الشاهل بمحافظة حجة تحافظ على تاريخها القديم الذي يعود إلى ما قبل 300 عام بحسب مؤرخين. ففي القرية تدهشك روعة الاهتمام بتلك المنازل المبنية من الأحجار المتراكمة والمرصوصة بشكل جمالي ساحر وبإتقان بديع. هذه البيوت القديمة يعني جميلة ورائعة، ويعني صامدة ضد المناخ وقضية الأمطار وكذا. والناس يعني رغم إنه يعني شكلها من خارج يعني غير كذا، لكن بنتجدها من داخل يعني جدا جميلة ورائعة ويعني مزركشة وكذا. الناس يهتموا بهذه الأشياء. أيضاً ومن ناحية قضية إنه الجو يكون بارد، حتى أيام صيف يقوم الجو داخلها بارد لأنها حجار وطين. بيوتنا هذه قديمة جدا، ويعني الحمد لله نعيش فيها بكرامة الحمد لله رب العالمين. المهم أنها تأوينا وتقاوم الزمن فعلا، فإنها يعني قديمة جدا، يعني ما يقارب أكثر من 800 عام أو زيادة أظن ذلك، لأنها يعني عاصرت الآباء والأجداد هذه البيوت طبعا، وقد عمرت كما ترون بغير اسمنت أو يعني بالصناعة الحديثة، وما هي إلا وضع حجار وطين، وسبحان الله العظيم يعني لم يحصل لها أي خلل. تعانق المباني الأثرية القديمة بطوابقها المتعددة السحاب، حيث لا يزال الأهالي يحافظون عليها من الاندثار والانهيار، ولا يزال الكثيرون يقطنون فيها. المميزات كثيرة طبعا، هي قديمة من أكثر من 100 سنة، يعني أكثر من حوالي 500 سنة عمرها الهيجة، مش بسيط. هي معروفة بهيجة القردوة تمام، وسكانها كثير، وسكانها الأولين قد يعني سكانها الأولين قد الأصلين قد انقرضوا منها، بقي سكان يعني حوالي ما قبل 200-300 سنة هكذا يتكلم التاريخ. يعني الآن 500 سنة أو 700 سنة، هي قديمة جدا. فنان ميمني يعني يشبه يعني الرسام الإيطالي ديفنشي، يعني الذي عمل لوحة، ويعني البناء اليمني عمل أجمل وأكثر لوحات يعني جمال، يعني من خلال فنه وإبداعه. طيب هل ما زالت هذه موجودة الآن؟ الناس يبنوا بقحط الآن؟ لا نادر الآن، يعني كل معتمد على بناء حديث، يعني قضية الطوب وكذا وسمنت من هذا القبيل. النقوش من الداخل لا تزال حاضرة ومتماسكة، بما في ذلك النوافذ القديمة للمباني. وبرغم قليل من الاستحداثات، إلا أن الأصالة لا تزال حاضرة، والقرية وبكل ما فيها من تاريخ تبدو في منتهى الروعة والجمال. أما في لحج وتحديدا في الملاح، وفي حادثة غريبة، أسرة أينما تذهب للسكن يحترق منزلها، والأسرة تتهم الجن بهذه الحادثة.
في حادثة غريبة دارت مجرياتها في منطقة النمارة بمديرية الملاح بمحافظة لحج. اشتعلت النيران في منزل إحدى الأسر لتنتقل الأسرة بعدها إلى مدينة العند بمديرية تبان هربا مما حدث لها لتعيش نفس الحادثة الغريبة باحتراق المنزل الجديد الذي سكنت فيه. الأسرة هذه نقلت من الملاح النمارة فيتعب أن عندهم فيه مس وحصل معهم حادث حريق في البيت ونقلوا من هناك بعد ما تنكلوا من هناك مكان ذاك مش عارفين يعيشوا فيه حولوا للعند عند صهيرهم أهل الزوجة. في نفس القصة فكروا إنهم يقولوا بيرقوا النينو حاسس عندما قالوا بيرقوا النينو حصل حريق معهم في نفس اليوم ثاني مرة وهذا شوفنا أمامك إن البيت حارق والثياب وكل أثاث البيت انتهى. نسأل من فاعلين الخير النظر هذه الأسرة ويعونهم. تقول الأسرة أن القصة بدأت في 15 من شهر رمضان الماضي عندما أقدم رب الأسرة على إحراق ثعبان كان يختبئ بإحدى جنبات منزلهم لتشتعل بعدها النيران في منزلهم وتحرق كل محتوياته. في رمضان حصلت حنش وأنني قمت بطرش في ماء حامي وحين طرشت في حامي يعني حوالي بعد 18 ساعات تفجر البيوت كلها نار رجعت وقصينا يعني العاني مدة 14 يوم في رمضان هذا وبعدين حولنا إلى قرية العند ببيت سوري ولحقنا الحريق مرة ثانية وراحت ما نمتلك كل أموالنا وما نمتلكها. لزاما على الإنسان أن يتعامل مع أي حيوان في بيته أو في منزله أو أي من الهوام أن يتعامل معها كما علمنا صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعامل مع الحيوان أو مع الحيات وهي تسمى حيات البيوت جنان البيوت، هذه هي نوع من الحيات التي يجب التعامل معها بحذر فتنذر 3 مرات وفي رواية 3 أيام وذلك حتى تطرد من البيت، فإن طردت وخرجت وإلا بعد 3 أيام و3 مرات جاز أن يقتلها الإنسان لأنها ربما تكون شيطان. الملفت في الأمر بحسب شهود عيان أنه عندما يهرع الناس لنجدة الأسرة وإخماد الحريق تشتعل النار مرة أخرى بعد عدة ساعات في المنزل ويستمر الحال لمدة 3 أيام. هذا اللي حصل لبتي وصهيري بالريحة اللي يقول لك السبب الحنش هذا اللي حرقوا بالماء الحامي خرج فوقهم حرقوا بالماء الحامي وحرق البيوت حقتهم من أول رمضان ولما آخر بالعشر الأخير قلت لهم انزحوا عندي خينا النبي خير مش لي الحق وراكم ولحق ورانا جلسوا 21 يوم يعني لما حد هذا الآن آخر 21 يوم حرق البيت حقي وحرق المنزل حقي وذهبي وبيسي وكل ما ملكته يعني وصبحت أنا فقير شوفي ولا حتى شيء. اللي حصل والله حنش هذا الصهير اللي حرق فوقهم بالراحة يعني سبب لهم الحريق وبعدين تعاملنا مع الصهير هذا قلنا بنقول لهم بدام حرقت البيوت نقلناهم إلى عندنا في العند هنا إلى بيت الوالدة وتم الحريق يعني المنزل بعد حرقهم الحريق إلى المنزل هذا وحرق كل ما يملكوه من ذهاب إلى بياس إلى باز ملابس منهم كل حاجة انهاها ولا خلى لهم أي حاجة البيت هذا. وعقب ما اعتبر انتقاما من الجاني فقدت الأسرة كل ممتلكاتها من أثاث وملابس وأدوات وتعيش حاليا إلى جانب أسرتين بمدينة العند في منزل واحد وتحتاج إلى تقديم الدعم والمساندة لإنهاء معاناتهم المؤلمة. ترايت ريان هددوا الجن أن نروح بنا بيتنا ولا تقرأ علينا القرآن، إذا قريتوا علينا القرآن والله لا نحرق البيت هذا اللي نحن ساكنين فيه به ولا نحرقكم في أي بيت وبنحرق صاحب السيارة اللي جابكم هذا اللي يجري بعدنا بنحرق السيارة حقه وبنحرق لبيته وصاحب البابور إننا بنقلبه وبيتحمل إثمه خالك هذا ما قد اللي جابكم إلى هنا ارجعوا ولا تقرأ على القرآن ونش بعديكم. يوم ما قلنا بنقرأ عليها القرآن قلنا اليوم لازم نقرأ عليها القرآن وزام هدد الجني حرق البيت مباشرة. نحن جينا نوازر هذه الأسرة المنكوبة الذي حرق منزلها في داخل الملاح وفي المكاتير وراح كل ما يمتلكوه لن يبقى شيئا تحت شعار الجن. أولا رسالة تاريخية لجماعة المجتمع المدني والتجاري في داخل العرض وخارجها أن ينظروا لهذه الأسرة نظرة لنفتقدت كل ما تملك.
ما بين الحقيقة والواقع المؤلم، تبقى الأسرة بانتظار فاعل الخيل انتشالها من الحال الذي وضعها القدر فيه، ووجدت حالها مشرطة دون سابق إنذار. استبشر أبناء تعز خيرا بفتح شريان جديد باستمرار العمل في طريق زريقة الشام بعد حرمان المدينة من دخول الشاحنات طوال 6 سنوات من الحرب. تستمر كاميرا السعيدة بمتابعة الاستبشار بمشروع طريق شريان تعز الجديد في ظل توصل مختلف مراحله الفنية منذ أشهر وحتى اللحظة، حيث لا تزال مراحل الشق الأولية 30 كيلومترا من إجمالي مسار الطريق، والتي من خلالها سيتم اختصار الطريق وإنجاز المشروع دون مرتفعات ومحطات ميول خطيرة، وبما يسهل عبور القاطرات بأحجامها بين تعز وعدن عبر لحج. تأتي أهمية هذا المشروع الكبير المتمثل شريان تعز الجديد طريق تعز لحج عدن، كونه يمثل الطريق الأسهل من حيث التضاريس، إذ لا توجد هناك سلاسل جبلية كبيرة تتقاطع مع الطريق بشكل رأسي، وكل الجبال المتواجدة على ضفاف هذا الطريق تسير بشكل متوازي مع الطريق، مما يعطيه أفضلية فنية كبيرة تميزه عما عداه من الخطوط المفتوحة والمتاحة الآن لتعز. جيلا عن جيل نتعاقب ثقافة التعاون مسلك هام لتسخير الطبيعة لصالحنا. اليوم قصت أهم مشروع طبعا شريان الحياة في طريق المليوي، وهي طريق ستربط محافظة تعز بلحج وعدن، هذه المناطق الحاضرة لنا والتي عايشة في قلوبنا. طبعا اليوم قصد نحن حقيقة التواصل في شريان هام في هذا الطريق، شكرا للداعمين. هذه المنطقة منطلقها من بني محمد ومرورا بالمليوي ووصولا لغودرة زريقة الشام والمؤنسة وصولا لهجة العدير، حيث وصلت أعمال الشق بها حاليا، ويتم تنفيذ العمل على قدم وساق لتبدأ بعدها أعمال الشق التفصيلية بعد إضافة معدات شق جديدة خلال اليومين الماضيين. والهدف المنظور والآمال معلقة على كسر العزلة عن محافظة تعز أولا عبر ربطها بمحافظة عدن، وكذلك تعميم خدمة الطريق للمناطق التي سيمر عبرها الطريق، كاسرا عزلتها ومنميا لمجتمعاتها على المدى القريب والبعيد. قبل أي أسابيع زرنا هذه المنطقة وزرنا هذا الجبل، كان الجبل يعني صخور وجبل يصعب على الإنسان أن يمشي بقدميه، وكما تلاحظون اليوم خلال 3 أسابيع استطعنا بجهود العاملين واللجنة المجتمعية وبفضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا بشق هذه الطريق، وأضحت هذه الطريق اليوم سالكة لمرور الناقلات والسيارات. يمكن لهذا الطريق أن ينشط الحركة التجارية بشكل أوسع، ويمكن لهذا الطريق أن يكون مفتاحا لتنمية اقتصادية حقيقية لكل هذه المناطق. المناطق هذه واعدة بكثير من الخيرات، لكن انعدام الطرق أدى إلى أن تظل هذه المناطق مناطق محرومة من كل استغلال هذه الموارد الكبيرة والكثيرة والكفيلة بأن تحول حياة هؤلاء المواطنين البؤساء الفقراء البسطاء والمعدومين إلى أفضل حال إن شاء الله تعالى. لا يزال تفاعل الناس هو العنصر الأكثر إيجابية وعنصر النجاح الأبرز، حيث إن المساهمة في دعم المشروع متاحة على مختلف المستويات المالية ودعم بالآليات والمساهمة بالتنفيذ المباشر لمن أراد ذلك، بالإضافة إلى تبرع البعض بأراضيهم، وكل ذلك بالتنسيق مع اللجنة المجتمعية للمشروع. هذه الطريق تعتبر هي طريق بديلة لأن تمد الناس بالحياة، سعداء جدا بهذا الإنجاز. الشكر الجزيل والتقدير والعرفان والامتنان إلى كل الجهود الجبارة التي ساهمت في شق هذا الطريق، وهي دعوة كذلك إلى فاعلي الخير وإلى جميع المنظمات والمؤسسات أن يكونوا كلهم يدا واحدة في أن ترى هذه الطريق النور وأن يستكمل هذا المشروع. في هذه الفرحة الغامرة التي تغمر كل واحد منا بمناسبة شق هذا الطريق وافتتاح وتدشين نقيل أو جبل المذبح الذي كان أصعب نقطة وأصعب مكان في طريق زريقة الشام، وها نحن والحمد لله وبتعاون الأهالي الكرام من أهالي الزريقة والممولين تم هذا الشق، ونرجو أن يخلف الله سبحانه وتعالى عليهم بخير، ونحن نشكرهم جزيل الشكر وعاطر الثناء
ونزف إليهم أيضا خالص الدعاء وأن يخلف الله عليهم بخير. الأمطار وموسم الأمطار يوشك أن يداهمنا خلال أيام أو أسابيع، ونعتقد أننا بحاجة إلى أعمال إنشائية عاجلة، لهذا ندعو كل فاعلي الخير والمؤسسات الداعمة لدعم هذا المشروع كونه حتى اليوم يتم بفعل تبرعات ومساهمات فاعلي الخير. الأحلام قد تصبح حقيقة متى ما أردنا ذلك، ويثبت الإنسان اليمني دائما أنه قادر على تطويع الطبيعة لخدمته مهما تعظمت الصعاب وبدت مستحيلة المنال. يساعده في ذلك تكاتف الجميع من أجل خدمة المجتمع وتنميته والتخفيف من معاناته. في الضالع، ابتكار طباخة تعمل على الطاقة الشمسية والفحم، وهي بديل سهل ورخيص في ظل ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز وانعدامها من الأسواق. من واقع معاناة الناس في رحلة البحث عن الغاز المنزلي، استلهم الشاب محمد السقف فكرة إيجاد البديل، فكانت هذه الشولة المكونة من أدوات بدائية بسيطة هي الحل أمام الارتفاع الجنوني لأسعار اسطوانات الغاز المنزلي. انعدام الغاز يعني وصل إلى 7-18 في بعض الأحيان، يقوم بعض المواطنين بالتدخل في شراء هذا المنتج مما يوفر له يعني الغاز. هذه الشولة تعمل على الفحم السفلي، أول حاجة فحم حجري، وثم الفحم الطبيعي النباتي سواء كان فحما أو خشبا، وقمنا تقوم بتشغيله من هنا على عدة درجات، وهذه المروحات تقوم بإدخال الهواء إلى داخل الفحم. هذا مكان يعني هنا يوضع فيه اللحمة وهنا يوضع فيه الرز وكذلك الشاي وغيره. تتكون هذه الشولة من العبوات الفارغة للأجبان والحلويات، وتضاف لها مواقد الفحم إلى جانب مروحة تعمل على البطاريات أو الطاقة الشمسية من خلال تثبيتها بالأسفل، حيث تساعد الفحم على الاشتعال وتؤدي في نهاية الأمر إلى إنضاج الطعام أيا كان نوعه، بالإضافة إلى كونها تستخدم للتدفئة خاصة في فصل الشتاء. الأقبال يكون هذه الأيام يعني نسبة تمام عند انعدام الغاز، وفي أيام البرد يكون الإقبال عليه أكثر وأكثر، يعني تشتغل أيام البرد كدفاية دفاية مدفأة وطريقة انضاغ الطعام. صعوبة اللي تواجهني يعني ما فيش هناك آلات تركب، يعني لازم تكون طبيعي يدوية، نريد كنا يعني آلات مثل التعطيف وقص البترات وإلى آخره من هذه المصاعب. والحمد لله يعني المصاعب هذه خلاص بالعزيمة والإرادة تم إنجاح هذا العمل. اللجوء إلى هذه البدائل هو الخيار الوحيد أمام المواطنين لتجاوز أزمة ارتفاع الغاز المنزلي الذي وصل إلى 9000 ريال، إلى جانب كونها تمثل مصدر دخل لمحمد بعد أن زادت نسبة الإقبال عليها، خاصة مع انخفاض سعرها وإمكانية اقتنائها من قبل جميع الشرائح الاجتماعية. فإلى أين يا ترى ستعود بنا الأزمات؟ أنا نستأذنكم بفاصل من الإعلان ومن ثم نعود. لعبة الشبواني حضرمية متماسكة رغم أقدميتها. سد شاحك بخولان منتجع سياحي مهم. أهلا بكم إلى التفاصيل، ونذهب إلى الشرق حيث حضرموت. هناك تعد لعبة الشبواني من أبرز الألعاب التراثية الحضرمية والتاريخية الشعبية التي تجمع مختلف فئات المجتمع وتمارس بكل حركاتها.
نتابع كل ذلك في التقرير التالي. هنا حافت عدة السويري بمديرية تريم للألعاب الشعبية تحتفل بمطلعها السنوي بلعبة الشبواني التي تتميز بأنها رجولية في أدائها ولها كسراتها وأبياتها التي ترددها صفوف العدة بعد تجمع كافة اللعيبة ليلقنهم الشاعر الأبيات ويتفرقون بعدها في صفوف منتظمة حيث يتوسط العدة شخص يدعى بقائد الطلعة ويعطي إشارة لكافة اللعيبة يفهم حينها الانتقال إلى حركة أخرى. هذه الليلة تعتبر احتفالية كبيرة تشهدها منطقة السويري بالاحتفال بالمطلع 27 للحافة، يعني على مدى 27 عام، وحافة السويري تستقبل ضيوفها بمثل هذا اليوم الثامن من شوال، وتستقبل الليلة أكثر من 4 حدد مشاركة غير عدة حافة السويري. فرصة طيبة الليلة ونحن نعيش في هذه اللحظات في هذه الفرحة الكبرى على مستوى منطقة السويري وعلى المناطق اللي ضواحيها، وهذا يعد إحياء للتراث وإحياء للتنشيط الحواف اللي موجودة على مستوى حضرموت بشكل عام، وهذا تراث تم الحفاظ عليه، يعني مثل هذه المناسبات تحاول أنها تزكيه وتحاول أنها تنميه وتحاول أنها تطوره. هذه الليلة تشهد المنطقة أمسية فرحية يحضرها كل أبناء هذه المنطقة، رجال وشيوخ وأطفال، وكذلك حتى رباط البيوت يعني يطلعون على شرفات بيوت لمشاهدة هذه التظاهرة الفرحية وهذا العرس في هذه المنطقة. حقيقة هذا الموروث توارثه الأجداد ثم الأبناء وهذا الجيل. لعبة الشبواني تعد من أبرز الألعاب التراثية الحضرمية والتاريخية الشعبية التي تجمع مختلف فئات المجتمع، وعادة ما تجتمع أكثر من حافة وعدة من مختلف المناطق وتمارس اللعبة بكل حركاتها، وتحاول كل عدة أن تظهر بشكل لافت وجميل. الرسالة اللي يديها الشاعر الحب للوطن أولا فوق كل شيء، وثانيا الحث على لم الصف ما بين الحافة ما بين أعضاء الحافة نفسهم، والجانب برضو الجانب الأسري الاجتماعي لازم أنه يحث فيه الشاعر ويتكلم عنه ويبعد من المتاهات والتفرقة وكل كلام يؤدي إلى التفرقة في المكان الواحد وفي الحي الواحد. لعبة الشبواني هي لعبة رجولية، لعبة رجولية ما فيها أي شيء. الناس هذه لعبة قديمة منذ مئات السنين توارثوها أبان عبجد، معنا ما هي حديثة عهد، هذه لعبة الشبواني قديمة ويعشقها الكبير والصغير وكل العقال، هذه اللي هم أكثر كان لعبة لهذه هي. وتنشط لعبة الشبواني في المناسبات العامة والخاصة ويحضرها الكبار والشباب والصغار ويستمتع بمشاهدتها الجميع، ليحاول جاهدين بالحفاظ على الحمل الثقيل والعادات الجميلة التراثية التي خلفها وتركها الأجداد. أما في خولان بصنعاء فسد شاحك وهو من السدود الأثرية ومن بقايا الدولة الحميرية، ويحط به جبل اللوز من 3 اتجاهات وجبل تنعم من الجهة الرابعة، وهو في منطقة أو يعد ضمن المناطق السياحية الجميلة، نتابعه في التقرير التالي. على مد البصر ترى سدا أثريا كبيرا ومميزا بجمال خلاب يسر الناظرين، ذاك هو سد شاحك، وهو سد مياه أثري يقع في منطقة خولان شرق محافظة صنعاء، وهو من السدود الحميرية القديمة، يحيط به جبل اللوز من جميع جهاته إلا من جهة جبل تنعم، وهو على بعد 25 كيلومتر من العاصمة صنعاء. طبعا أنا سمعت كثير عن هذا السد، سد شاحك، فكنت طبعا ما أسمع عنه كثير، فقررت اليوم أني أشل العائلة كامل وأجي لهنا
صراحة كنت تفاجأت بمدى كبر هذا السد، يعني سد كبير جدا، قوارب فيه، مناظر خلابة، يعني صراحة ما كنت متوقع أنها موجودة عندنا هنا. وهذا سد شاحك يعتبر ثاني أكبر سد بعد سد مالب، بعد سد مالب التاريخي، ويمتلئ يكون الماء كثير فيه ومساحة كبيرة مقدرة بحوالي 10 كيلو. ومع مواسم الأمطار في الأعوام الأخيرة امتلأ السد بالمياه ليكون لوحة ربانية خلابة لمياه زرقاء رقراقة تحيطها الجبال من مختلف الأماكن والجهات. الزائرين اللي يجوا يا ريت انهم يحافظوا على نظافة هذا المكان، المكان هذا نظيف وفي أطفال وتجي هنا العوائل، يا ريت نحافظ عليه يكون نظيف علشان يكون بيئة نظيفة وصحية إن شاء الله. سد شاحك من أجمل السدود اليمنية، والذي يعد منطقة سياحية خلابة يجب العناية بها، فهو متنفس طبيعي يجب الحفاظ عليه والعناية به حتى يبقى وجهة جميلة ونظيفة وممتعة لزواره. في حد يمتلك الشاب سعيد إيهاب موهبة كبيرة في العمل الاستعراضي ليتقن العديد من الألوان في الفن الاستعراضي كخيال الظل واللعبة بالنار ورقص الهيب هوب، ويسعى لابتكار ألوان أخرى والمشاركة في مسابقات خارجية. من كرة النار نحو اللهب يرتسم طموح الشاب سعيد إيهاب الذي لا يشكل المستحيل له مسمى في قاموس إرادته. مد بتعابير الضوء جزءا من خياله الذي يراقصه في عروضه الشيقة أمام الجماهير. بدايتي جوفيها بالفن هي بدأت بعام 2014، بدأت كراقص هيب هوب عادي مبتدئ. أول ما طلعت حبيت الموضوع، يعني من الجماهير، من الأصوات، من التصفيق، من الناس، حسيت أنه يعني شيء منتمي له أنا، فبدأت أكون نفسي من هذا المجال. بدأت أكون فرقة، يعني حبيت الموضوع من شخصي إلى فرقة، بدأت أتابع، بدأت أتعمق في مجال الرقص هذا اللي هو هيب هوب. بعدين كونت فرقة، بعدين الفرقة حاولت أن أطبق نفس الرقصات الخارجية اللي موجودة في الفرق العالمية، والحمد لله نال ترويج أقوى. مؤني الصديق سعيد إيهاب منذ 4 سنوات جمعتهم الموهبة وربط بينهم الاستعراض في مجموعة من ألوان مختلفة من رقص الهيب هوب ورقص البدل المضيئة واستعراض النار الذي تميز به مؤخرا سعيد إيهاب. بالبداية كنا برقص الهيب هوب اللي هو معروف، بعدين دخلنا في بدلات المضيئة الزرق، بعدين شاركنا كمان في الاس والبدلات الحمر، شاركنا بمهرجانات وحفلات تخرج كثيره، وقسم النار قدو معروف انه هو جارك نفسه. الالوان اللي انا اشتغلت عليها الان اللي هي في الهيب هوب وفي التاتينك وفي الديب ستيب، واشتغلت في يعني زي ما تقول جميع انواع الرقص العالمي، ودخلت بعدين في الرقص الإيمائي اللي هو تعبير لغة الجسد، ومن خلاله بعدين بدأت أدمج الرقصات اللي هي الشوارعية أساساً، اللي هي بهوب تعتبر رقص شوارعي أصله راجع من الأصل الأمريكي، يعني دونك السود وهذون هم اللي صنعوا هذا الرقص، فحاولت أدمج منه حيث أنه أرجع كل الحركات تعني إلى هدف معين وليه فكره معينه. طبعا اللون طبعا جديد وما حد قدمه في اليمن كامل، وشيء خطير طبعا. تعب البدايه تعبنا عليه، بس لكن الحمد لله توفقنا فيه وكان رائع والناس استقبلت يعني هذا الشيء انه كشيء يعني واو، ما استخدمناهوش يعني كشيء عادي. طبعا هو يعني روعه جدا اكثر مما تتخيلي. التمثيل والتأليف وإخراج المسلسلات والبرامج إضافة إلى التصوير والمونتاج هي أيضا مهارات أخرى يمتلكها الشاب ويعمل بها، محاولا خلق مهارات جديدة دائما لا تقف معه حدود اللون أو المجال. الصعوبات التي تعرضت لسعيد إيهاب أنه تفكيره خارج الصندوق،
يعني خارج الصندوق، يعني ضد مثلا بعض العادات المجتمعية حقنا، ضد العادات اللي تعلموا عليها المجتمع. يعني مثلا بس كمثال، حفل الهيب هوب اللي انعمل حصل انتقادات منه كثير، بانه ليش هذا حفل لعروض أجنبية مش من عروضنا، مش من تبع حقنا العادات والتقاليد، مش من تبع المجتمع اللي عايشين فيه به. فحصل انتقادات كبيرة، بس استمرينا فيه به والحمد لله الحفل نجح وكان من الحفلات الرائعة. الرقص الاستعراضي يعني لي، يعني أي حاجة أشتي عبد فيها غدا عبد فيها من خلال هذه الحركات، سواء كنت حزين أو كنت غاضب أو كنت أي شيء، تلاقي بعض أحيان أنفرد لحالي السمع وأخرج يعني زي الطاقة السلبية اللي داخلتي كلها تخرج في هذا الاستعراض اللي أنا أقدمه. أفكاره خارج نطاق التفكير العادي، خارج نطاق التقليد اللي يحصل في عدن، إنه كل واحد يقلد فكرة وتصير تقليد، كل واحد يقلد فكرة الثاني. فسعيد كان وجهة نظره إنه نعمل شيء خارج الصندوق، نعمل حاجة جديدة، نعمل حاجة ما انعملتش من قبل. فالموضوع يعني يحمسك، خليك تقول لا أنا أشتي أعمل حاجة جديدة، أشتي أنطلق، مش شيء أبغى بنفس الدائرة اللي أدور فيه، بنفس النطاق الفني اللي نحن نعمله. فسعيد جدا، يعني إنسان يخليك تطمح لحاجة أبعد، يخليك تحن بنفس المكان. أوجه لكل شاب، إذا عندك طموح، عندك هدف معين، لا توقفش عند أي عقبات لاقية، لأن العقبات كثيرة. ركز على هدفك، ولازم يكون هدف بعيد، لا تلفتش الهدف السطحي اللي موجود نحن مثلا في الخليج أو في عدن أو في اليمن مثلا. ركز على بعيد، إيش هو الأساس البادئ منه العالمي، ومنه إن شاء الله أصعد حبة حبة، وكل مجتهد نصيب. التفكير خارج الصندوق هي سمة تبرز في خصال سعيد إيهاب، الذي يخلق من عزيمته إصرار وتحد أمام كل العقبات التي يقف أمامها متحديا ومجابها غير معترف بها، في رسالة يبثها أن الطموح لا يقف أمامه عثرات الحياة، وإن كثرت فالحلم سيتحقق وإن كبر الزمان أطرافه. أن نستأذنكم بفاصل من الإعلان ومن ثم نعود. بلال الصالحي وابنته سندس، أصوات جميلة للإنشاد اليمني. تمار تتصدر منافسة بطولة الأندية لألعاب القوى. أهلا بكم من جديد. المهندسة الزراعية سلمى هي روح للإبداع والابتكار بإنشاء مشروع يضم العديد من الشتلات، وتعرض كل ذلك بأشكال إبداعية جميلة. سلمى وشجيراتها الخضراء أنامل إبداع امتزجت بالطبيعة لتخرج لنا أشكالا فائقة الروعة والجمال. من هذه التصاميم الجميلة والإبداعية الصغيرة بدأ مشروع سلمى كفكرة، ثم تحول إلى حقيقة. كانت أول بدايتها كانت فكرة، أنا وصديقتي كنا نتكلم بحكم إن إحنا ما حصلناش عمل، وتكلمنا فترة إن إحنا ما بسلناش وظيفة، فقلنا لو نفتح هذا المشروع. كنا متوترات، هل عينجح هل مش عينجح. بدأنا بأشياء بسيطة، مع الوقت بصرنا تفاجؤ ان الناس ما شاء الله اقبل عليه قوي، توسع المشروع. طبعا الغرض من مشروعي هو ان انا اصنع تحفة فنية بشجر بمنظر جمالي تسر الناظرين. فطبعا انا احصل صعوبة في ملاقاة الأصايص، في دوار الاشياء صنعها. فأتمنى لو في أحد يعني يصنعوا في مثلا مثل هذه صنع محلي كويسة جدا، يعني لو الناس أو الشباب إنهم يصنعوا هذه الأشياء ويكون عندنا إحنا، يكون حاجة جميلة.
أحسن أن احنا يعني نصير ندورها من الخارج، بتكون بسعر مكلف أكثر. تتحدث سلمى عن أهمية النباتات في كل منزل، وكيف أنها تعمل بإيجابية على تجديد طاقة الإنسان الإيجابية، كما أنها مريحة للنظر وللقلب معا. تدي أول حاجة طاقة إيجابية، البعض يقول أنها سلبية، بالعكس هي تزيد نقي الجو. في نباتات معينة تكون مخصصة لتنقية الهواء، وخاصة للناس المسجرين، الناس اللي عندهم مداعة، الأشياء هذه تأخذ اللي هي الهواء الضار وتنقيه. فأنا أحس أني مفيدة جدا داخل المنازل، وخاصة للناس المدخنين. طبعا حابة أوصل للناس أن الأشجار هي صديقة الإنسان، فإذا حبيت أن أنت تحس أن أنت تهتم بشيء، اهتم بنبتة. إذا قدرت تهتم في النبتة معناته أن أنت تقدر تهتم بأي حاجة ثانية. وختاما حابة أقول لكم أن أي مشروع يبدأ بفكرة، فإذا بعدها تقدر أنت تنمي. آمنت العماري بفكرتها ودعمتها عائلتها في تحقيق ذاتها وما تصبو إليه، وما أروع أن نكون داعمين لمثل هكذا مشاريع. في ظهور صاعد ومميز استطاع الفنان والمنشد بلال الصالحي وابنته سندس أن يقدم بصوت جميل الأغنية الإنشادية اليمنية والرمضانية وبشكل ملفت. نار إلينا وفرج همنا والطعام، واسع المحسن لطفك في الورى يسير. أحببتك الله حبا كان لي مغنى، يسري به روحي إذا ما حل في صدري. أحببتك الله حبا كان لي مغنم، يسري به روحي إذا ما حل في صدري. بلال الصالحي موهبة مميزة في مجال الإنشاد والهندسة الصوتية، وهو من محافظة إب، يمتلك خامة صوت قوية ومميزة وورثتها ابنته سندس عنه، ليعمد إلى إنشاء أعمال فنية خاصة به هو وابنته على مواقع التواصل الاجتماعي. بدأت موهبة الإنشاد في بداية التسعينات من خلال فرقة اليرموك اليمنية، وما زلت مستمر في هذا المجال. طموحات والأمنيات كثيرة، ولكن طموحاتي في المجال الفني هو امتلاك وحدة مونتاج وتصوير احترافية تخدمنا في مجالنا الفني، وإن شاء الله تتحقق الأمنيات مع الأيام. بدأت موهبتي في الإنشاد منذ سنتين أو ثلاث، شجعني البابا، ولدي هوايات أخرى منها الأشغال اليدوية والرسم والنقش، وأطلب من الجمهور تشجيع والدعم لنا لكي نستمر. يعمل الصالحي إلى جعل فنه فريداً ذا طابع فني ثقافي ذو فائدة للمجتمع، فكانت الفكرة والتنفيذ، وخصوصاً كون ابنته مبدعة مثله ومميزة ولديهم أعمال كثيرة، لكنها جميعاً تحت التجهيز بسبب نقص الإمكانات لإنتاج أكثر من فيديو في ذات الوقت. قلبي ينادي يا رب، صاح يا هادي يا رب، ربي 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 يا ربي يا رب، أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني، لست أرجو غير أني في القيامة تعف عني، ففي القيامة أرجو السلامة وفي الختام جنات عدني. ربي 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 ربي. بلال وابنته سندس مثال للأسرة المبدعة والمميزة، وتحتاج موهبتهما للدعم لإخراجها إلى النور على أوسع نطاق. قول يا همي أنا ربي كبير، ما على الوقت من المولى شوف شوف.
ابتسم وارضى بما جاب القدر دام في دنياك مرتاح الضمير ابتسم وارضى بما جاب القدر كم غني عايش بآهة وسعير زفرة. في حالة إنسانية تستدعي مدى يد العون والمساعدة يعاني الأطفال والأشقاء جمعة وحازم ونور يعانون من الإصابة بمرض الجلوكما، أما والدهم فعاجز ويستغيث لإنقاذهم. جمعة وحازم ونور ثلاثة أشقاء مصابون بمرض الجلوكوما أو ما يسمى بالمياه الزرقاء الذي لازمهم منذ الولادة وأفقدهم نور البصر واحدا تلو الآخر. خلقوا منذ الولادة هكذا بالمياه الزرقاء وعين قد انتهت عليهم بسبب ضغط العين، كثر ضغط العين انتهت عليهم من عين راحت عباقي معهم من عين ونور العينين ثنتين، وجمعة تعلم صف أول ثانوي وحازم صف سادس وجمعة صف ثاني، وتعرف البنات يعني عندهم طموحات وتتعقد يعني مشوا عينها هكذا بين اللحظة وحين، بعض الأحيان تقس تبكي تجلس، وحازم بعض الأحيان يخرج مش يهد الطريق يساندوا الجهال يروا الطريق. يعيش الأطفال المعاقون بصرياً ووالدهم وليد حازم حيدر مقداد في منطقة الصرداح بمديرية تبان بمحافظة لحج ويفتقدون لأبسط مقومات الحياة. اجتمعوا اللجنة الطبية اللي في عدن وأعطاهم تقارير طبية بسفرهم إلى الخارج. هذه التقارير اللجنة الطبية على أساس سفرهم الخارج، ولكن ما حصلت أي يد خير تمتد لي. وقالوا الأطباء في أمل بعلاجهم في الخارج، وعمل لهم والعين اللي انتهت عملوا عملية تجميل، والعين اللي باقية في أمل لأن يروا هذه الدنيا بطبيعتها وحلاوتها. يكافح الأب وليد لتوفير لقمة العيش لأسرته المكونة من 5 ذكور وبنتين، طرق كل الأبواب بحثا عن الأمل لإنقاذ أطفاله، لكن مرض القلب والسكر تمكنوا منه وتعرض لذبحة صدرية خلال الفترة الماضية ما جعله عاجزا عن توفير الأدوية لعلاج أطفاله. قالوا الأطباء ضروري سفرهم إلى الخارج بأسرع وقت، ولكن طرقت كل الأبواب وبدون جدوى. أما علاجهم في اليمن يستحيل علاجهم في اليمن، لأن هذه العملية يعني تصلح إلا في الخارج. يعني حالة قد دهورت عليهم من عين، هذه دهورت عليها العين الشمال وهذا العين اليمين، وهذه عيونها قد بدأوا الآن ما تهدأ، كل ليلة ما تهدأ إلا بمهدئات، والله ما تهدأ إلا بمهدئات، والله تجلس تبكي على عيونها والله ما بارد، وهذا على هذه الحال. التقارير الطبية تؤكد ضرورة سفر الأطفال الثلاثة للعلاج في الخارج حتى يتم إنقاذ بصرهم من الاختفاء نهائيا. أتمنى يعني من الله أن اللي يشوف يعني هذه عيالي يعني وبيساعدهم بسفر للخارج. أما اليمن قالوا أن نسبة العملية 25%، نسبة ضعيفة جدا، ماشي عن نسبة كثيرة، بالرغم أنه درتبهم في كل مكان في اليمن ماشي عمل، وقد لا قد تنتهي عليهم العين الثانية، قد هذه عم تسحب هذه العين الثانية بسبب ضغط العين ما يكون مرتفع زايد. نناشد أهل الخير وأهل الثواب بمساعدة هذين الأولاد، وإن شاء الله نجزيهم الجنة بمساعدتهم وعلى هذين الأولاد مشان يرأوا الدنيا ويشوف النور بهذه الأرض. ورقمي هو 7717834486 أو 7362152883. يناشد الأب وليد الجهة المعنية وفاعل الخير لمساعدته في علاج أطفاله قبل أن يخيم الظلام على ما تبقى من نور أبصارهم. مرة أخرى إلى حضرموت وتحديدا إلى الشهر، حيث يعتبر سوق الحلاوة السوق الوحيد المخصص للحلوى وليس له شبيه في اليمن، لا يباع في هذا السوق شيء غير الحلوى. رغم تعدد الحلويات بأشكالها وأصنافها الشرقية والغربية، ما زال سوق الحلوى في مدينة الشحر محافظة حضرموت من الأسواق الشعبية التي تتميز بصناعة أنواع الحلويات المتمسكة بروحها وأصالتها التقليدية. هذا سوق أثري قديم
وهي سوق الحلوى طبعا. كلهم أصحاب الحلوى متجمعين في هذا المكان والناس تشتري طبعا. هذا قديم المكان، ولكن أحب أوضح للناس إنه هذه السوق قديمة جدا، والسوق هذا طبعا أنا بقولها بصراحة من عهد السلطان صالح هي موجودة. والشيء الأجمل والأحسن طبعا الشهر هي مورود شعبي كله كبير في جوانب عديدة. السوق طبعا هذا لا توجد في سوق مثلها في الجمهورية، على مستوى الجمهورية تجمع أصحاب الحلوى موجودين كلهم إلا في الشهر. وطبعا نحن دائما نستقبل الزوار في هذا السوق اللي هي طبعا غنية بجانب الحلوى وما شابه الحلوى. يعد هذا السوق أحد المعالم البارزة في مدينة الشحر، حيث كان سابقا مخصصا لكونه سوقا للخضروات، إلا أنه تحول بعد ذلك للحلويات، وتم افتتاحه في العام 1950 بأشكال مختلفة من الحلويات التي صنعت على الطريقة التقليدية. الحمد لله هذا الشغل توارثته عن والدي لي فترة حوالي 15-20 سنة. الحمد لله زبائننا يجون من كل المحافظات. يطلقها عليه أهالي الشحر ماركيت الحلوى لتميزه بأنواع مختلفة، منها المشبك والمجلجل والبروتي والشعيرية والكيك وغيرها الكثير من الأصناف اللذيذة. عندنا الحلويات المشهورة الحلوى ثلاثة أنواع، أنا أسود أحمر وفي أبيض، وفي نحن نسميه حلاوة شحرنا، في أهل المكلة يقولون بورتي اللي هو النوعية دي زي كده يسمونها بورتي، وفي مشبك وفي مجلجل. مجلجل فيها ثلاثة أنواع أربعة أنواع، في المتيم، المتيم كمان والكادي وبعرتيس والبرمقلي والقلقلي والحلاوة اللوز اللي هي هريسة يسمونها في عدن، والقشاطة نقولها في الشحر يا جوز الهند، وحلوة اللبن عدنية، حلوة عدنية تقريبا هذا، ومن البرار البر هذا اللي نحن نسميه خبز لوبل، وكذلك معنا شعرية معنا ثلاثة أنواع. يحتاج هذا السوق للوحة تعريفية خاصة عند بوابته كي يتسنى للزائرين والسائحين في المدينة معرفته والوصول إليه بسهولة لجلب الهدايا والحلويات كما هو متعارف عليه، بالإضافة إلى الاهتمام بجماليته كغيره من الأسواق العربية الشهيرة. أن نستأذنكم بفاصل من الإعلان ومن ثم نعود. تمار تتصدر منافسة بطولة الأندية لألعاب القوى. أهلا بكم من جديد، ونتابع في صدى الأسبوع من تعز مرة أخرى، حيث يشكل قائمون على مركز الأمل لمكافحة السرطان من تزايد أعداد الحالات المصابة، فيما يعاني المركز من نقص الإمكانيات والعجز في الاستيعاب. بحثا عن العلاج، يأتي العديد من مرضى السرطان من مختلف المحافظات القريبة من مدينة تعز إلى مركز الأمل الذي تقلصت قدرته الاستيعابية بعد أن تزايدت أعداد الحالات التي يستقبلها المركز يوميا. مرضى السرطان بحاجة الماسة للدعم، لأن الحالات فعلا في ازدياد كبير، يعني ممكن في اليوم الواحد نفتح ما يقارب إلى 10-15 ملف في اليوم الواحد، يعني الحالات في ازدياد جدا. مركز الأمل في محافظة تعز يعتبر المركز الوحيد المتخصص لعلاج الأورام السرطانية في محافظة تعز، يأتيه الأمراض من شتى المحافظات الجمهورية، من عدن، من الحديدة، من الضالع، من لاحق، من إب، من كل أنواع، من كل محافظات الجمهورية. نحن بحاجة إلى استكمال دار الأمل، هذا المبنى الذي سيكون دار إيواء لمرضى السرطان المترددين على محافظة تعز من خارج المحافظة أو من مديريات بعيدة، لإيواء المرضى وتسكينهم وتخفيف من معاناتهم. تزايد الحالات زاد من احتياجات المركز للعديد من الخدمات الطبية، خصوصا العلاجية، من جرعات كيميائية وعلاجات مصاحبة يحتاج إليها المريض يوميا، والتي باتت تحتاج إلى يد خير تمكن المركز من تقديم الخدمات بشكل أفضل.
تردد علينا في اليوم 150 حالة مرضية من محافظة تعز وخمس محافظات مجاورة. نحن أيضا بحاجة إلى إمكانات نغطي فيها احتياجات مرضى السرطان. المركز اليوم بحاجة إلى استكمال تجهيزاته لتقديم خدمات تحت سقف واحد. هناك احتياج ماس اليوم للوسائل الإشعاعية التشخيصية، جهاز السيتي سكان، جهاز الماموغرافي، جهاز الفلوشيتومتري. هذه الأجهزة مهمة جدا. يصل عدد الخدمات العلاجية يوميا من 150 إلى 200 أحيانا. مثلا في يوم 25/5 كان هذه عدد الوصفات من 991 إلى 913، أي ما يقارب 220 وصفة علاجية. هذا حق يوم 25. يوم أمس استقبلنا 180 وصفة علاجية، وهذه الوصفات التي تم صرفها خلال يوم أمس. كل هذه العلاجات يتم تقديمها بصورة مجانية لخدمة المريض. نستقبل في اليوم ما يقارب 150 إلى 180 حالة متوسط تقريبا. نقوم بعمل فحوصات السي بي سي، فحوصات الكيمستري برضو للمريض، أيضا فحوصات دلالات الأورام والفحوصات الهرمونية. نقوم كمان، يوجد لدينا قسم بنك دم في قسم المختبر تابع لقسم المختبر، يفصل الصفائح ومشتقات الدم للمريض. ولكن في الوقت الحالي يكلف المريض أحيانا البحث عن متبرعين، بالذات في الفصائل النادرة متبرعين كثر لكي ينقل يعني 5 إلى 6 وحدات صفائح يوميا تقريبا. ولكن نحبذ إذا وجد جهاز بلاتلتس أفريسيس، هذا الذي سيوفر العناء للمريض. أيضا جهاز البي سي آر هذا يفتقد له قسم المختبر، وهو يعتبر جهاز نوعي ومطلوب في حالات اللوكيميا الخاصة بأمراض الدم، أمراض الدم المزمن. الخدمات التي نطمح أن تقدم جهاز الأمينوفينوتايبينج اللي هو الفلوسيتومتري. المرضى يحتاجوا في تشخيص اللوكيميا فيضطروا أحيانا للسفر لخارج المدينة. أيضا نحتاج لجهاز أو بوحدة البي سي آر للمساعدة في علاج اللوكيميا. وأيضا عالميا البي سي آر يستخدم في تحديد أو في تحديد الخطة العلاجية، فالمفروض انه اي مريض يدخل عندنا نعمل له فحوصات جينتك قبل ما نبدا العلاج علشان يعني يضمنوا نجاح الخطه العلاجيه 100%. طيب قسم المختبر يقوم ايضا بتقديم الفحوصات الشامله للمريض، كلها مجانيه بالذات لمرضى السرطان كلها مجانيه. ايضا يقوم قسم المختبر بالعمل يعني على مدار الساعه خلال الاجازات خلال العطل الرسميه بتناوب الكادر وتوزيعه في جداول خاصه في ايام الجمعه والاجازات وكذا، أي أن العمل مستمر يعني على مدار الساعة. يستقبل المركز العديد من الحالات الجديدة من مختلف المحافظات بشكل يومي، ما شكل ازدحاما في مختلف الأقسام وتسبب بتأخير العديد من الحالات كون السعة السريرية غير كافية. نحن بحاجة ماسة إلى توفير العلاج الأهم والمهم والذي يعتبر يمثل نسبة احتياج كبيرة جداً للعلاج لمرضى السرطان، وهو مركز العلاج الإشعاعي. نحن الآن نبحث عن أرض مناسبة لبناء مركز نموذجي للعلاج الإشعاعي في محافظة تعز، خاصة وأن العلاج الإشعاعي لا يتوفر في اليمن، ويعاني مرضى السرطان معاناة كبيرة جدا في السفر سواء إلى صنعاء أو إلى خارج الوطن. قسم الإعطاء الخارجي بالنسبة لمركز الأمل هو الأساس، بحكم أنه كل المرضى يبدأون في قسم الإعطاء الخارجي. قسم يتم فيه استقبال الحالات الكيماوية والحالات الدائمة. أي بروتوكول كيماوي شورت دوز أو يعني قرعة صغيرة يبدأوا في القسم، أو يبدأ مثلا بالقسم ممكن يطلع إلى قسم الرقود. القسم طبعا فيه إعطاء رجال وإعطاء نساء وأطفال وغرف لغرفة التمريض. القسم طبعا نحتاج إلى توسعة لأنه نستقبل ما يقارب 75 حالة ما بين علاج داعم وعلاج كيماوي في اليوم الواحد. ممكن إن إحنا نأجل ما يقارب 10 حالات أو 15 حالة لليوم التالي بسبب عدم وجود سعة سريرية كافية في القسم. لذلك أهم حاجة نحتاجها أنه يتم توسيع القسم بحيث أن احنا نفصل مرضى العلاج الكيماوي عن مرضى العلاج الداعم، بحيث أنه يصل عدد استقبال الحالات الكيماوي في اليوم الواحد إلى أكثر من 40 حالة. نحن نستقبل ما يقارب من 40 إلى 50 إلى 60 حالة تحضير بشكل يومي
لأقسام الرقود والإعطاء الخارجي. في حالة أنه عدد الحالات كثيرة جدا نضطر إلى جعل الحالات الرجوع اليوم الثاني من أجل استكمال بقية الجرعة. نبذل قصارى جهدنا لتلبية حاجات مريض السرطان خاصة في ظل الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد، وهنا في المركز نقوم بتقديم كافة ما نستطيع تقديمه لهذا المريض بما فيها الأجهزة والأدوية وكافة الخدمات والفحوصات بشكل مجاني لخدمة مريض السرطان. لذا نرجو من الجميع التعاون معنا في تقديم هذه الخدمة. ندعو كل فاعلي الخير وكل أصحاب المشاريع الخيرة بدعمنا حتى نتمكن من مواصلة العمل وتقديم خدمات أفضل للمرضى السرطان. يبذل العاملين في المركز قصارى جهدهم لإزاحة جزءا من معاناة المرضى بتقديم الخدمات الطبية المجانية وفتح نافذة أمل تزيح الأوجاع المتراكمة على كاهلهم بالبحث عن إمكانيات جديدة تساهم في تغطية احتياجات مرضى السرطان بتقديم الخدمات لهم تحت سقف واحد. في ذمار بطولة للأندية لألعاب القوى للشباب والناشئين، استضاف البطولة استاد ذمار الدولي بعد توقف لهذا النشاط لعدة سنوات بدرة جميلة ومتنفس جميل للشباب هناك. بعد توقف لمدة 5 أعوام من إقامة بطولات للجمهورية في ألعاب القوى، الاتحاد العام للعبة يستعيد عافيته ويطلقها بطولة الأندية لألعاب القوى لفئة الشباب والناشئين. احتضنها استاد ذمار الدولي بمشاركة أندية من محافظة ذمار والأمانة وإب والحديدة وحجة وصادة. برعاية كريمة من وزارة الشباب والرياضة ودعم صندوق رعاية النشء والشباب، الاتحاد العام لألعاب القوى ينظم بطولة الأندية اليمنية لفئتي الناشئين والشباب في محافظة ذمار هنا على مضمار استاد ذمار الدولي بمشاركة 7 أندية هي الفتح وشباب رخمة وسلام معبر محافظة ذمار، شباب الجيل من محافظة الحديدة، شعب إب من محافظة إب، 22 مايو شفر محافظة حجة، والعربة من أمانة العاصمة. هذه الأندية تتنافس في هذه البطولة التي يقيمها الاتحاد العام لألعاب القوى ضمن نشاطه للأندية الداخلية لفئة الناشئين والشباب. البطولة شملت سباقات المضمار في 100 متر 400 متر 800 متر 1500 متر و 3000 متر بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة لها. لدينا فعال العاب المضمار، سباقات المضمار والفعاليات المصاحبه والتي شملت الوثب الطويل ودفع الجله لفئتي الشباب والناشئين. ثلاثي انديه ذمار استاثرت بنصيب الاسد، حيث حقق نادي شباب رخمه المركز الاول في البطوله ونادي فتح ذمار في المركز الثاني، بينما حصد نادي سلام معبر المركز الثالث. الهدف من هذه البطولة كما أعلن عنه الاتحاد العام لألعاب القوى هو اكتشاف مواهب جديدة وخامات جديدة لرفد ساحة ألعاب القوى اليمنية في فئتي الشباب والناشئين، خاصة في ظل الظروف التي يعلم بها الجميع وتوقف الأنشطة الرياضية عامة، إلا أن هذه البطولة جاءت في وقتها المناسب واعتبرت نقطة ضوء وبادرة مهمة جدا جدا نفذها الاتحاد العام لألعاب القوى لتنشيط اللعبة في المحافظات الممارسة لها، وقد شاهدنا تفاعلا كبيرا من جميع الأندية المشاركة بالإضافة إلى حضور فاعل، حيث شملت اللائحة الفنية تواجد 4 لاعبين فئة الناشئين و4 لاعبين فئة الشباب بالإضافة إلى مدرب ولاعب من كل فريق. البطولة شهدت سيطرة كما هو متعود من لاعبي محافظة ذمار، حيث انحصر التنافس على المركز الثلاثة الأولى في فئة الفرقي وحتى الفردي بين أنديتها الممثلة في شباب رخمة وسلام معبر وفتح ذمار. هذه البطولة عادت إلي ذكريات جميلة من البطولات السابقة التي كان ينظمها الاتحاد العام لألعاب القوى، كون هذه اللعبة هي لعبتي الأساسية. طبعا شاهدت في هذه البطولة وجود أبطال جدد وأرقام قوية جدا بالرغم أنها بطولة للشباب والناشئين، وأعتقد أنها ستكون من أنجح البطولات الرياضية التي ينظمها الاتحاد العام لألعاب القوى في اليمن، وأعتقد أن اللاعبين سيكون لهم شأن كبير إن شاء الله في المستقبل. نبارك الاتحاد ألعاب القوى هذه البطولة التي تعد من البطولات
التي تعد من البطولات النادرة لمحافظة ثمان محافظات من محافظات الجمهورية اليمنية، وتعمل مثل هذه الأنشطة على رفع من مستوى وقدرات الشباب والرياضيين. الأندية الأخرى التي أيضا شاركت في بطولة الأندية لألعاب القوى للشباب والناشئين العروبة من الأمانة 22 مايو شفر حجة، شباب الجيل من الحديدة والشعب من إب. الآن نتوقف وإياكم مع فقرة قضايا دولية، وهي دائما بالشراكة مع دوتفل الألمانية، لكن بعد الفاصل. حملت الأمم المتحدة في تقريرها الأخير للاتحاد الأوروبي المسؤولية الكاملة عن وفاة عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين في السنوات الأخيرة الذين حاولوا الوصول إلى القارة الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط. ووضحت الأمم المتحدة في تقريرها الأسباب التي ساهمت في ارتفاع هذا العدد من المتوفين بين المهاجرين الذين يعبرون البحر بقوارب صغيرة كل عام. سنسلط الضوء على هذه المشكلة الكبيرة والإنسانية مع ضيفنا من ألمانيا الخبير بالشؤون الأوروبية والألمانية الدكتور عبد الرحمن عمار، وهو خبير بالطبع في دوتشفيلا الألمانية. دكتور عبد الرحمن مساء الخير وأهلا بك في صدى الأسبوع. مرحبا. لو نبدأ دكتور عبد الرحمن مباشرة بالاتهام الأممي للقارة الأوروبية بالمسؤولية، على ماذا استند هذا الاتهام؟ استند تقرير الأمم المتحدة على معطيات عدة، أبرزها أولا أن نداءات الاستغاثة إما يتم تجاهلها من طرف خفر السواحل الأوروبي وأيضا فرونتكس وكل الأطقم التي تقوم بمراقبة السواحل، أو تتدخل ببطء ولا تقوم بمساعدة المهاجرين الذين يتواجدون على قوارب مطاطية في الغالب في عرض المتوسط. المعطى الثاني هو أنه يتم إجبار العديد من القوارب على العودة إلى حيث انطلقوا، ما يعني أن بعضهم يلقى حتفه في طريق العودة، أو ثانيا هذا يخالف القوانين الأوروبية لأن من حق كل من يتجه نحو أوروبا، هكذا يقول قانون اللجوء والهجرة، أن يقدم لجوءه في دول الاتحاد الأوروبي وبعدها يتم القرار في استقباله من عدمه. والانتقاد الآخر هو أن الأوروبيين يركزون على إبعاد كل من يحاول الاقتراب من حدودهم الأوروبية، وأمنهم هو آخر ما يتم التفكير فيه. هناك تقارير كشفت أيضا أنه لا يتم انتشال الجثث حتى إذا كانت هناك حالات غرق، فإن القوارب والسفن الأوروبية المتخصصة في المراقبة لا تقوم بانتشال الجثث، وهو ما لا يحترم حرمة الميت وكرامته. هناك فقرات في هذا التقرير مؤلمة للغاية، من هذه الفقرات أنه بعض الدول الأوروبية ساهمت في تقليص مهام البحث والإنقاذ وتجاهلت نداءات الاستغاثة، ما حقيقة ذلك؟ طبعا هذا هو مؤشر كبير على أدى إلى زيادة أعداد اللاجئين المتوفين. نعم، مؤخرا قام وزير خارجية مالطا ووزير خارجية إيطاليا والوزير الأوروبي المكلف بقضايا الجوار بزيارة إلى ليبيا لعقد اتفاق جديد يدعم من خلاله الاتحاد الأوروبي السلطات الليبية وخفر السواحل الليبية للتصدي للهجرة. هذا دليل على أن الهاجس الأوروبي خصوصا في بلدان الاستقبال كإيطاليا كقبرص كاليونان كإسبانيا هاجزها
الأساسي هو الحيلولة دون وصول هؤلاء المهاجرين مستعدون لعقد صفقات وتقديم أموال ومساعدات لدول الاستقبال، ولا يهمهم في الغالب أو لا يراقبون في الغالب تعامل هذه البلدان بشكل إنساني مع المهاجرين. ما دفع الأوروبيين إلى ذلك؟ هم عاملان أساسيان، أولا عدم الرغبة في تكرار سيناريو 2015 وموجة اللاجئين السوريين التي وصلت إلى دول الاتحاد الأوروبي، ثانيا غياب اتفاق داخلي أوروبي في بخصوص توزيع الأعداد اللاجئين الذين يصلون إلى دول الاتحاد، بحيث تتحمل بلدان معينة القاسم الأكبر بينما أخرى تتملص من ذلك، وثالثا وصول لحكومات يمينية شعبوية واكتساح أحزاب يمينية انتخابات، حيث استغلت قضية اللجوء والذين يهددون في نظرهم الأمن الأوروبي لتصل إلى السلطة وتضعف الأحزاب التقليدية. هذا ما يجعل حكومة كل هذه البلدان لا تريد تكرار هذا السيناريو وتنهج نهجا صارما تجاه اللاجئين. التقرير ذكر أن القرارات السياسية ساهمت في حالات وفاة كان يمكن تجنبها. سؤال هنا، كيف كانت ردود أفعال أساسة الأوروبيين على هذه الاتهامات وهذا التقرير؟ غالبية الذين قدموا تصريحات بهذا الصدد شجبوا طبعا كل الخروقات التي تقع، بعضهم يقول بأنه يقرأ ذلك لأول مرة، والبعض الآخر يطالب بفتح تحقيقات في الموضوع، بينما يرى آخرون ضرورة دعم كل العمليات بأطقم جديدة بأموال جديدة لكي تقوم بمهماتها بشكل جيد تدخل بشكل سريع. لكن منتقدي كل هذه السياسة الأوروبية تجاه الهجرة واللجوء وعلى رأسهم الأمم المتحدة تقول أن النهج الأوروبي من خلال الممارسة يقول بأنهم لا يأخذون الأمر بهذه الجدية، والهدف الأسمى هو تراجع عدد الذين سيدخلون إلى الاتحاد الأوروبي، بين مسألة الموتى تكون هي آخر ما يتم التفكير فيه على الأقل كما تقول الأرقام، لأن منذ 2014 إلى الآن توفي على الأقل 20,000 شخص في عرض البحر المتوسط، ما جعله مقبرة، أكبر مقبرة في العالم كما يصفها الكثير من المراقبون. ماذا عن موقف المنظمات الحقوقية وخاصة تلك التي تعنى بشؤون المهاجرين مما جاء في هذا التقرير ومن المواقف الأوروبية؟ نعم، المنظمات الحقوقية أول انتقاد للاتحاد الأوروبي تقول بأنه يخرق قانون والحق في الهجرة وتقديم اللجوء، لأن التصدي لكل موجات اللجوء، لأن الكثيرين صحيح يستغلون ذلك ويأتون من دول لا تشهد حروبا وليس ملاحقين سياسيا، لكن ضمنهم كثيرون جاءوا فعلا من مناطق أزمات ومتابعون وملاحقون سياسيا، وبالتالي فإن إرجاعهم فيه تهديد كبير لحياتهم، يعني هناك خرق لهذا الحق الأسمى والأساسي في تقديم اللجوء والهجرة. ثانيا تنتقد المنظمات الحقوقية وعلى رأسها منظمة برو أزول المدافعة عن اللاجئين والمهاجرين وهي منظمة ألمانية، تنتقد التركيز على الهاجس الأمني والإحصائيات بتقديم إحصائيات تفيد بأن عدد الذين دخلوا إلى الاتحاد الأوروبي تراجع بشكل كبير على حساب حياة هؤلاء وكرامتهم، وتطالب دول الاتحاد بتدارك الأمر وتحسين طريقة التعامل مع كل هؤلاء ودراسة طلبهم لكي تعطى لكل شخص فرصة لتقديم اللجوء إذا كان يستحق ذلك. على صلة بالموضوع لكن بعيدا عن أوروبا، لو نتحدث عن احتياجات دول العبور، دول العبور كليبيا، تونس، المغرب، ما الأشياء التي تحتاجها لمكافحة الهجرة غير النظامية، وإلى أي مدى يمكن أن تحقق هذه المطالب يعني تقليصا أو حدا أو منعا لزيادة الهجرة غير النظامية؟
نعم، دول العبور المغرب، الجزائر، تونس، وبشكل أكثر مؤخرا ليبيا هي ترفض أن تكون دركية أوروبا وتقوم فقط بمهمة الحراسة والأمور، كل الأمور الأمنية للتصدي لموجات الهجرة، وترفض كذلك إقامة ملاجئ مؤقتة على ترابها لأنها خائفة أو تخاف من أن تتحول هذا مراكز اللجوء إلى مراكز داء طويلة الأمد، وتقول بأن القضاء على المشكلة لا يقتصر على تقديم دعم مالي من حين لآخر، بل يجب القيام بمبادرات لدعم البلدان المصدرة للهجرة، لأن غالبية الذين يحاولون عبور المتوسط يأتون من دول إفريقيا تشهد ظواهر كالمجاعة، كالحروب، كأمراض فتاكة، وبالتالي فإن التركيز يجب أن يكون على بلدان التي تصدر هذه الموجة التي تأتي منها موجات اللاجئين. ثانيا، أن يتم دعم هذه البلدان لمحاولة إدماج هؤلاء المهاجرين في قطاعات، مثلا بينهم كفاءات كأطباء كمدرسين، يمكن إدماجهم في ليبيا، في المغرب، في تونس، وتكون لديهم فرص للعمل هناك، لكن بدعم أوروبي وليس فقط التفكير في الهاجس الأمني والعسكري. خبير بشؤون الأوروبية والألمانية بدأت في الألمانية دكتور عبد الرحمن عمار، شكرا جزيلا لك. العفو. بهذا نصل بكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الفقرة من قضايا دولية، وهي بالتعاون مع مؤسسة دوتش فيلا الألمانية. نتابع نفس الفقرة ولكن بموضوع مختلف الأسبوع القادم بإذن الله. لا نتوقف وإياكم مع جملة من الأخبار القصيرة. أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم تشكيل الجهازين الإداري والفني لمنتخبي الشباب والناشئين، واختار محمد النفيعي المدرب السابق لمنتخب الناشئين ليكون مدربا لمنتخب الشباب بدلا للمدرب الكبير الكابتن أمين السنيني، في خطوة مفاجئة من اتحاد القدم. وعين الاتحاد اللاعب الدولي السابق قيس محمد صالح مدربا لمنتخب الناشئين. أثار يمنيون إعجاب آلاف المواطنين بموهبته الخارقة في اكتشاف المياه الجوفية بواسطة عصا، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي المواطن أحمد الهقل أحد أبناء محافظة شبوة الذي اعتبره مواطنون بأنه خبير جيولوجي بعد أن تحدى المهندسين في اكتشاف المياه بواسطة عصا. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية صدى الأسبوع، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.